أعزائي، طرحنا شعار الوطن أمانة وبسنا فساد ليكون نبراسا لنا ونحن ندخل المعترك الانتخابي هذا. وهذا شعار يعكس الواقع، حيث لا يزال في بلادنا سوء توزيع للثروة وطنية وفقر وبطالة وأزمة إسكان وغيرها، وهي كلها مرتبطة باستفحال الفساد وعدم الكشف عن المفسدين ومحاسبة. شعبنا يحتاج إلى نواب شجعان وناكرين للذات ولا يفضلون مصالح الخاصة على المصلحة العامة، لا يلهثون وراء المال وزيادة أرصدته، نواب يرفضون الامتيازات غير العادلة كتقاعد النواب على سبيل المثال، حيث يكشف التمييز الكبير بينهم وبين باقي أفراد الشعب. شعبنا يحتاج إلى نواب يعززون الوحدة الوطنية ويرفضون الطائفية ويحاربون الفساد وسارقي المال العام والأراضي والسواحل، ويناضلون بكافة الوسائل من أجل حل مشكلات المواطن الاقتصادية والاجتماعية. شعبنا يحتاج إلى نواب يمارسون النقد والمحاسبة لأداء الحكومة ووزرائها وتشكيل لجان التحقيق وعدم تمييع الملفات المهمة وسحب الثقة من أي وزير أهمل واجباته، ومقابل ذلك يشيد بالإنجازات والمكتسبات التي تحققها الحكومة لشعبنا. نحتاج إلى نواب يعملون من أجل إلغاء القوانين الجائرة فيها من المواد التي تقمع الحريات، وتعديل القوانين لإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية، ويتعاونون مع النواب البلديين من أجل تعزيز الحكم المحلي في المحافظات وتوفير الخدمات والحدائق والمنتزهات ومراكز الشباب والمراكز الصحية ومؤسسات راقية للشباب والمسنين والمعاقين وأندية رياضية للمواهب الفنية والثقافية والإبداعية، ومنع أي مشروع يؤدي إلى التلوث البيئي. حضورنا الكريم وأعزائي أبناء مدينة عيسى ومدينة زايد، إن مرشحي قائمة وعد يؤمنون بكل هذه المبادئ وتاريخها، ومواقفنا تؤكد ذلك. ولذلك فنحن بحاجة إلى أصواتكم من أجل تنفيذ هذا البرنامج النوعي، وحق لكم علي وعهد مني إليكم لا ينقطع أن وعودي الشفهية أو الكتابية المدرجة في البرنامج الانتخابي هي حقا ما سأعمل من أجله إن كتب للنجاح في هذه الانتخابات. إن أصواتكم أمانة وهي ملك لكم لا لغيركم، فاعطوها لمن ترون فيه الكفاءة والنزاهة والشجاعة، وإذا ما حاول البعض أن يشتري أصواتكم برشوة من مال أو سلعة فإنه لن يتردد غدا من أن يبيع شعبه بثمن بخس ويشترى من قبل المتنكبين ببضعة دنانير. نحن أيها الأعزاء كديمقراطيين ووطنيين لسنا من صنف هؤلاء، فنحن مستقلون في آرائنا، غير طائفيين، رافضين للفساد، منحازين للفقراء وذوي الدخل المحدود. نعمل من أجل تحقيق أحلام الشباب وحقوق المرأة المنقوصة، ونؤمن بالمبادئ الإنسانية والإسلامية السامية والعظيمة. نحلم بدولة
ومجتمع قوامهما الحقوق والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والكرامة وعزة النفس. فمن يؤمن بهذه المبادئ فليدعمنا لنحقق أحلامكم ومطالبكم وحقوقكم. أعزائي الحضور، لقد أطلقوها مقولة صدقوها هم تقول: إن المرأة عدوة المرأة، ولهذا فشلت المرأة في الانتخابات الماضية. ولكني أقول لكم أن عدو المرأة في هذه الانتخابات هي المراكز العامة، وهي التي أسقطت المرأة في الانتخابات الماضية، بل أسقطت المرأة والرجل ممن طالبوا بالإصلاح الحقيقي، كالمناضل القائد عبد الرحمن النعيمي شافاه الله لنا. فلنرفع صوتنا عاليا ونقول: الوطن أمانة وبسنا فساد. الأعزاء، أبناء مدينة عيسى ومدينة زايل، إن تواجدي معكم ومن خلال زياراتي إلى بيوتكم ومجالسكم أو زياراتكم لي في مقري الانتخابي ومنزلي علمني الكثير من مشاكلكم، وعرفني كم هو الصبر الذي صبرته، وكم هو واجب مقدس أن أشارك في تخفيف آلامكم وتحقيق طموحاتكم وأحلامكم المشروعة والعادلة، وفي الحياة الكريمة وفي العدالة الاجتماعية الحقيقية والديمقراطية الصحيحة. ختاماً للحاضرين عموماً ولأبناء مدينة عيسى ومدينة زايد خصوصاً، أقول بأنني قادرة على حمل الأمانة، أمانة، فالوطن عندنا أمانة، ونحن صوتكم في الحق، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعمكم أنتم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.